الأهمية ديال أن ما يسمى اليسار يخرج من ذاك التقوقع اللي غالب على الفكر ديالو ديال حنا جارين الإرث. كتلقانا كنتكلموا على مقولات ديال البروليتاريا العمالية ديال الوطنية وكذا بلا ما نربطوها بالواقع المعاش ديال المواطنات والمواطنين ديالنا بشكل دائم. وكنظن بأن من أهم ما كيميز المجتمع ديالنا هو أن هذيك 2.4 مليون ديال المواطنين اللي هما في سن الشغل واللي عندهم شغل قار وفي قطاع رسمي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص هما أقل من العشر ديال 26 مليون ديال المواطنات والمواطنين اللي هما في سن الشغل واللي الأغلبية الساحقة منهم موجودة خارج سوق الشغل. يعني يمكننا نقولوا 11 مليون كيتسماو غير ناشطين و 1.5 مليون كيتسماو عاطلين وزيد عليهم الناس اللي في القطاع الغير مهيكل اللي ما عندهم تغطية اجتماعية ولا والو زيد عليهم التشغيل الذاتي اللي الأغلبية فيهم الساحقة ما كتشد السميك وما عندهاش ضمان اجتماعي ما عندها. دونك أنا في تقديري أن يعني ولينا سجناء ديال الفئات ديال الموظفين المتوسطين والكبار ديال العمال اللي كيتعتبروا عندهم حظوة مقارنة مع بقية ديال المجتمع وما كنهتموش حقيقة بالأغلبية الساحقة ديال المجتمع اللي مقصية من سوق الشغل وبالتالي مقصية من دخل قار ومن وضعية اللي يمكننا نسميوها على الأقل ديال كتصون الكرامة ديالهم نساء ورجالا. العنصر الثاني هو الوطنية. ملي كنقولوا الوطنية ويعني من 75 إلى الآن قضية الصحراء طابو مطلق بالنسبة لنا. كيف خصنا نعرفوا بأن إلا كانوا المغاربة كاين جو واحد القيمة ديال 1000 مليار في العام راه تقريبا 100 مليار منها كتضيع كل عام على الصحراء بسبب المشتريات العسكرية اللي كيتصرف عليها حسب الأرقام الأجنبية حوالي 40-50 مليار في العام بسبب المصاريف ديال الجيش بسبب الإرشاء العام اللي كيوقع ديال الصحراويين وديال النخب المغربية وديال القادة الأجانب اللي كيخص تشري من عند هذا التي جي في وكيخص تمشي تشري الإفساز من عند الآخر إلى آخره ديال الحرمان ديالنا من فضاء مغاربي مفتوح اللي غادي يضيف لنا جوج ديال النقط ديال البي بي يعني حوالي 20 مليار إضافية سنويا فقط إلا فتحنا الحدود الاقتصادية مع الجزائر اللي غادي يعفينا من هاد التبعية لترامب التبعية للدخول في علاقات مع إسرائيل إلى آخره. هاد الشيء طبعا ما كنقولش بأن المغرب أو الدولة المغربية بوحدها مسؤولة عليه كالجزائر والحكام ديالها عندهم تهم فيه دور ولكن بالنسبة لي الأهم هو النخب المغربية ترفض أن تنظر إلى أرقام الواقع وأنها تعالجها بمسؤولية وبجرأة وبحلول. ما يمكن لناش هذه 50 عام وحنا مسجونين فهذه الوضعية اللي كتحكم علينا بالتخلف وباللا تنمية وأننا نبقاو ساكتين وراضيين وكنقولوا إيوا من 2007 وحنايا عندنا الحل وديال اللي هو الاستقلال الذاتي غادي نتسناو مازال واحد 100 عام.